طبعا موسيماني وعمليه التدوير اللي بيقوم بيها، ويمكن هو قال حاجه مهمه جدا او استراتيجيه يمكن تكون جديده شويه على المدربين. يقول لك انا دايما ممكن جدا ما ابداش باللعيب الجاهز، وانا عايز ان شاء الله في كاس العالم للانديه يكون عندي كل الفرقه كلها جاهزه بنسبه 100%. مشاركه مثلا على سبيل المثال مشاركه محمد هاني المباراه اللي فاتت وعدم اشراك احمد بيكم، هو قال ان احمد بيكم خلاص جاهز 100%، فانا خلاص ضمنت احمد بيكم عندي موجود. فهو بيحاول كمان يجهز محمد هاني بعد غيابه. شايف الاستراتيجيه دي ازاي من وجهه نظر حضرتك، ان كمدير فني بيحاول بقدر الامكان ان كل التيم، مش ال11 او ال16، لا كل التيم يكون جاهز بنسبه 100%، وصعوبتها ايه يا كابتن؟ يعني هي يمكن بعد فتره يا هاني، ويمكن فتره مش كبيره، يعني ممكن انا اقدر اقول لك في خلال اسبوعين ثلاثه بالكثير، اعتقد ان مستر موسيماني هيثبت. هيثبت طبعا، لان هو طبعا عاوز يثبت الفرقه اللي هي المفروض هيشتغل بيها في كاس العالم للانديه اعتقد. لكن هو دلوقتي ادى لكل الناس، كل اللعيبه اللي عنده درب، حتى اللعيبه اللي جايه من اصابات، حتى اللعيبه البعيده، يعني مثلا سعد مثلا بعيد وفي اصابه وطويله جدا بيديله، رامي ربيعه بيديله، هو بيحاول يدخل كل لعيب، حتى يمكن هو مثلا ايه ادى لبيكهام اطمن عليه، وهو يمكن المباريات اللي محتاجه ان انت مثلا تبقى قافل الجيم شويه بيكهام ليه دور، والمباريات طبعا اللي انت محتاج ان انت بتهاجم عاوز النواحي الهجوميه تبقى اعلى، طبعا في محمد هاني، وفي كمان اكرم الحقيقه عمل ماتش امبارح انا في رايي من نجوم المباراه اكرم، رغم ان هو مش مركزه الحقيقه. صحيح. يعني انا اول مره اشوف اكرم بيلعب في ناحيه الباك رايت، لكن عمل اسيست الجولين وعامل جيم كبير جدا الحقيقه. صحيح. فهو الراجل ادى لكل الناس، يعني يمكن المركز الوحيد اللي هو مش قادر يعمل فيه تدوير مركز الباك ليفت، مركز علي معلول، على اساس ان وحيد الحقيقه مصاب، محمود وحيد مصاب، ده المركز الوحيد، لكن كل المراكز بعد كده في الملعب الحقيقه عمل فيها تدوير بشكل كويس. انا بقول لحضرتك النقطه دي ليه، علشان كان الناس فاكره ان هو يمكن في فترات صغيره ممكن يدخل مثلا محمد شريف طبعا لعيب مميز طبعاً جدا طبعاً. وهو تمسك ان يدي بواليا علشان عشان يجهزه بشكل اكبر، عشان بالزبط. يخش في عمليه التجانس اكبر بالزبط. وبالتالي ممكن خلاص اطمنت على محمد شريف، فانا حدي كمان فرص اكتر لبواليا علشان يخش فورما، يبقى بالزبط. عنده اثنين ثلاثه جاهزين في نفس المركز. يعني انا يمكن يعني الحقيقه انا عاوز اعلق على موضوع محمد شريف، لان احنا دايما في كل موسم بتلاقي ناس عماله تتخبط وعماله توقع في الفرقه